يقول حفظكم الله: عند نزول المطر لماذا لا يؤمر الناس بالصلاة في الرحال كما ورد في السنة بدل أن يجمع بين الصلاتين؟ هذه السنة يا أخي، السنة الجمع بين الصلاتين لتوفير الراحة للناس من الخروج للوحل والطين أو بلل المطر، هذه هي السنة. ما هي بالسنة أن يقال لا تجون صلوا بدوركم، لا، ما هو بهذا هو السنة. نعم.